احمر الوجبات نعملها على اساس اي طالب بحبها بنساله شو الوجبه اللي بتحبها او ما بيقدروا اهله يجيبوها فاحنا بنقدر نعمل له اياها بالوجبات وبعد الوجبه احنا بنقدم له يوم حلو او يوم فواكه لانه هذا الشيء البيوت ما بيقدر يجيبوه هاي الوجبات مستمره على طول شهر رمضان ان شاء الله بالعيد احنا بنقدم للاطفال شيء منيح مدرسه دمشقيه باذن الله بتعاون مع الاساتذه جميعا يعني مدرسه دمشقيه احنا